مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحية تتجدد بحضراتكم في كل شوط من أشواطنا الصباحية لهذا اليوم، حيث نذكر الجميع بانطلاقة المساء ستكون في الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم لهجن أصحاب السمو الشيوخ على البركة. نسير معلنين تواجد هذه الأسماء في شوطنا العاشر في أشواط الفترة الصباحية والخاصة بالحول المهجنات الأصايل. على البركة ينطلق هذا الشوط وتنطلق معه كذلك نخبة من هذه الأسماء المشاركة والأسماء الرنانة والتي شقت طريقها بنجاح نحو العالمية ونحو الذهب إلى مقدمة الشوط، حيث تذهب حشيمة بتصدر هذه المجموعة. محمد بن عتيج بالعرطي الحميري يبدأ الآن في السيطرة والتقدم مع أول المراكز، بينما المركز الثاني يأتي دور شرح لتتقدم على ثاني المراكز صاحبة السيف في ميدان الشحانية. من خلال هذه اللحظات تتقدم إلى المركز الثاني حمد بن راشد بن حمد بن غدير، بينما المركز الثالث وصول من قبل مزون علي بن سالم بن حمد بن سليم الاكتبي يتقدم إلى المركز الثالث. أما المركز الرابع فتواجدت من خلاله الوسمية، تعود ملكيتها لسالم بن سيف بن كليب يقدم الوسمية على المركز الثالث أو الرابع، بينما المركز الخامس شعار بن قحيد وهذه قيادة محمد بن خليفة بن قحيد المهيري حاضر في هذا اللقاء أبو حمدان ويتقدم إلى المركز الخامس. المركز السادس انتقاله إلى سبأ، تعود ملكيتها سبأ تحتل المركز السادس، تعود ملكيتها لحمد بن راشد بن غدير، بينما المركز السابع هنا في هذه اللحظات وصول من شعار بن حليس، هذه اللي وصلت وجنه علي بن حليس العفاري حاضر مع المركز السابع، بينما المركز الثامن هذه اللي تقدمت منصوره علي بن سليم بن سالم العويسي حاضر في هذا اللقاء ليحتل المركز الثامن. ننتقل للمركز التاسع، شعار حمد بن سالم بن سليم الاكتبي هذه سحابة حاضرة في هذا اللقاء، بينما المركز العاشر شعار محمد بن مسعود القوبع حيث يحضر مع هذه اللحظات ويقدم لنا العنود في هذه المشاركة. أعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، حيث حشيمة لا زالت مسيطرة، كل السيطرة على مقدمة الشوط. هذه حشيمة محمد بن عتيج بن سالم بالعرطي الحميري حاضر في تحديات الشوط وفي انطلاقاته إلى المركز الأول، بينما المركز الثاني هناك من الجانب الآخر شعار بن سليم، هذه مزون علي بن سالم بن حمد بن سليم محتلا المركز الثاني، وجنة حاضرة في هذه اللحظات مع بن حليس بعدما قدمت نجلة عرض ممتاز ومميز ومشاركة قوية على أرضية الميدان في الشوط الماضي. يأتي بوجنة يعني صاحبة إنجازات وسجل ذهبي بالنواميس، تحضر في المركز الثالث. المركز الرابع وصلت سبأ سلالة الشبابي تنتصر وتتقدم إلى المركز الرابع في هذه اللحظات، حمد بن راشد بن حمد بن غدير، بينما المركز الخامس الوسمية من الجانب الآخر سالم بن سيف بن كليب يقدم الوسمية على المركز الخامس. المركز السادس الآن انتقل إلى قيادة مسيطرة محمد
محمد بن قحيد المهيري يتقدم ويحصل على المركز السادس في هذه الأثناء، بينما المركز السابع وصول وتراجع من شرح حمد بن راشد بن حمد بن غدير إلى المركز السابع مشاهدين الأعزاء. المركز الثامن العويسي يتقدم مع منصورة علي بن سليم بن سالم، العويسي حاضر في المركز الثامن. المركز التاسع، المركز التاسع والعاشر هناك، شوف هذه البعيد راحت هذه الذلايل، ولكن لا ظل دائما التحديات والانطلاقات قوية ومشاركة من خلال منافسات هذه الشعارات الأخرى الحاضرة في تحدي هذا اليوم، في تحدي هذا اليوم مع الحول الأصايل اللي حضرت من كل مكان، يعني أعداد تفوق الخيال اليوم من خلال مشاركاتهم ما يقارب 50 و44 في مشاركات المهجنات الأصايل، وهذا دليل على بأن الجماعة جاهزين جاهزين، وخاصة 8 كيلومترات مبتغاهم وحضورهم لهذه المسافة الطويلة الماراثونية في لقاءات التنافس والتحدي. عودة إلى بالعرطي وعودة إلى حشيمة، لا زالت مسيطرة محمد بن عتيج بالعرطي الحميري، لا زال يتقدم في هذه اللحظات وهو مسيطر كل السيطرة بوجود حشيمة على قائمة وقمة هذا الشوط، وهي يعني تشارك هذه المجموعة القوية. المركز الثاني وصلت وجرة، وصلت وجرة الأقرب لانتزاع ناموس هذا الشوط حتى اللحظة، علي بن حليس العفاري أبو حمد يقدم كذلك هذا الاسم. هالي نعمة يعني يبون سلام تحية كذلك لهالي المصانع الجنوبية، لكن بعد هالي نعمة ما ننساه. شوف المركز الثالث، المركز الثالث حضرت الآن الوسمية، سالم بن سيف بن كليب يقدم اسم حاضر ومنافسة قوية لهذا اليوم مع الكبار بن غدير. بن غدير حاضر، قدم الزواري وقدم كذلك القسام في مشاركات اليوم من يعني الزمول اللي لها صولات وجالات والمرشح الاقوى، وقدم كذلك المهند الاسطوره والاسم العملاق في ميادين السباق، بينما سبا حاضره في المركز الرابع حمد بن راشد بن حمد. بن غدير دائما وصيفة للرموز مشاركة من خلال المشاركات الفعلية، بينما هنا بن شعار بن سليم هذه مزون علي بن سالم بن حمد بن سليم الاكتبي يتقدم نحو المركز الخامس. أيها المشاهدين الأعزاء، سادس المراكز قيادة، قيادة تتواجد في المركز الخامس محمد بن قحيد المهيري. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة واللي تصدرت مشهد السباق، مشهد السباق. لكن هناك الجانب الآخر ما شاء الله مسيرة كبيرة من هذه الحول المهجنات الأصايل، أسماء عملاقة لو نشوف الأعداد مخرجنا مع البقية حيث تتواجد، ونواجه يعني بالفعل أمواج عاتية في مشاركة هذه الأسماء العملاقة. عودة إلى الصدارة والمقدمة، ولا زالت الأمور في تغيير، الأمور في تغيير، حصل تغيير وشوشرة على مقدمة الشوط من قبل وجنة، من قبل وجنة علي بن حليس العفاري يقدم وجنة وتشارك وتنتصر وتتقدم في المركز الأول، بينما المركز الثاني هذه حشيمة، حشيمة محمد بن عتيج بالعرطي الحميري يصل مع حشيمة في المركز الثاني، والمزون تتقدم في المركز الثالث. علي بن سالم بن حمد بن سليم يأتي ويصل كذلك في هذه المشاركة إلى المركز الثالث، بينما بن كليب على المركز الرابع مقدما الوسمية، وسمية سالم بن سيف بن كليب. هذه الأربع المراكز الأولى مشاهدينا الأعزاء انعزلت وانفصلت عن البقية حيث تذهب بالكادر رقم واحد إلى الناموس. المركز الخامس وصلت سبع المركز الخامس لحمد بن راشد بن حمد بن غدير، هنا قيادة لمحمد بن قحيد المهيري واصلة على المركز الخامس السادس ومعززة قادمة، معززة صاحبة الكاس في ميدان الوثبه
وخاصة في الختامي. هذه معززة معززة لابن سبعين المحرمي، معروفة معروفة، مشاركة اليوم ممكن أول مشاركاتها على أرضية ميدان المرموم، واصلة خذت الموقع السابع. هذه أمامكم لمحمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي، ما شاء الله. هذه الأسماء خلاص الخطورة يعني باينة من الكل، باينة من الكل. العويسي حاضر، الأسماء الأخرى بن مسلم بالقوبع، ولكن بن كليب غير إلى المركز الأول. لكن شوف 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 تصدر المجموعة لا زالت عندك يا بن كليب، يا بن كليب. لكن هذه الذهب لا يصدق، الذهب لا يصدق. قادمة معزة معزة معززة مشاهدين الكرام، وصلت خذت المركز الثاني. محمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي في ثاني ندى لهذه الذلول، هذه الذلول. الوسمية مسيطرة، 1200 على خط النهاية، ما شاء الله. هذه اللي أمامكم الوسمية، الوسمية 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 الوسمية، ما شاء الله. هذه أمامكم الوسمية، سالم بن سيف بن كليب المركز الثاني، ما شاء الله. معززة معززة محمد بن سبعين المحرمي، محمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي، صاحب الكاس ميدان الوثبة عاصمة الميادين. بالقوبة حاضر، بالقوبة حاضر مع العنود محمد بن مصر بالقوبة. مشاهدينا الأعزاء، هذه الثلاثية، هذه الثلاثية ما شاء الله. المقدمة لبن كليب آل المدام، ومعززة مسيطرة، معززة مسيطرة. ولكن نشوف العنود، العنود العنود، محمد بن مسفر بالقوبع يتقدم، يتقدم مع العنود، يتقدم مع العنود. ولكن وين السلام؟ وين عيناوي ولا الهل المرموم ولا الهل المدام؟ لكن شوف شوف العنود مسيطرة، العنود مسيطرة. ومعززة ما حد قال هالشيء، ما حد قال هالشيء. على صوت السماعة، على صوت السماعة تصير معاها نرباعة. هذه اللي امامكم معززة، العنود مسيطرة، محمد بن مصر بالقوبة على زال على قائمة الشوط. تحركت معززة لكن ما قالوا لها شيء، ما قالوا لها شيء. يبغون لها الراحة، يبغون لها شوط غير هذا الشوط، يبغون لها مكان غير هذا المكان. أم عنود مسيطرة، العنود مسيطرة، العنود مسيطرة. محمد بن مسر بالقوبة، لكن تحركت معززة، تحركت تحركت معززة، العنود اللحظات الأخيرة. ولكن العنود تهدي السلام والتحية لأهل المرموم، لأهل المرموم سلام وتحية لمحمد بن مسر بالقوبع. تهانينا يا أهل المرموم على فوز العنود بالمركز الأول. المركز الثاني معزز محمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي، المركز الثالث الوسمية سيف بن علي بن كليب، المركز الثالث. المركز الرابع ياتي شعار بن فاضل مقدما زعفرانه سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي. المركز الخامس، المركز الخامس لحمد بن غانم بن حمودة الظاهري. هكذا النتيجة. نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام، لحظات وصول العنود محمد بن مسر بالقوبع، 13 دقيقة وستة أجزاء من الثانية. ثانينا والناموس يا أبو سلطان، وسلام للمرموم سلام. المركز الثاني معززة، 13 دقيقة 12 ثانيتين، 8 أجزاء من الثانية. محمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي على فوز معززة بالمركز الثاني. بينما المركز الثالث الوسمية، 13 دقيقة 4 ثواني 7 أجزاء من الثانية. ثاني والناموس على هذا الفوز والانتصار.